مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من مصر جميلة على الهواء مباشرة، والنهاردة الأربع الموافق 13 ديسمبر 2023 هيكون معانا فقرة أخبار خفيفة وسريعة، هنتعرف على أهم الأخبار، وهيكون معانا فقرتين كالعادة. لكن قبل ما أقول لحضراتكم على فقراتنا النهاردة نقول فقرة الأخبار. رئيس البرلمان العربي: الشعب المصري صمام أمان للعالم العربي بأكمله. أشاد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالمشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع تعددية الفئات بين الشباب والمرأة والمسنين وغيرهم. وأضاف أن الانتخابات مثالية في ظل الالتزام جميع الأطراف سواء المصوتين أو المتابعين أو المرشحين، موضحا أن الشعب المصري تحدى الظروف عبر الإقبال الكبير ليثبت أن الشعب المصري صمام أمان ليس فقط لبلاده وإنما للعالم العربي بأكمله. الخبر الثاني: رئيس الوزراء يوجه ببحث مزيد من آليات التعامل مع أي زيادة في أسعار السلع. استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتوجه بخالص الشكر والتقدير باسم مجلس الوزراء لشعب مصر العظيم، بعد أن ضرب أروع الأمثلة في الوعي وإدراك ما يحيط بالمنطقة كلها من تحديات، فاصطف في لجان الانتخابات الرئاسية للتعبير عن رأيه وتأكيد حضوره في هذا المشهد السياسي الأهم. ونوه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتوفير السلع بالكميات والأسعار المناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من هذه السلع. وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة للتعامل مع أزمة السكر الحالية والتحركات التي اتخذتها مختلف أجهزة الدولة لحل هذه الأزمة، مؤكدا تكاتف الجهود لسرعة حل هذه المشكلة. الخبر التالي: وزير السياحة إطلاق حملة ترويجية في عدد من المدن الأسبانية خلال الفترة المقبلة. استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والأثار بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مسؤولي عدد من الشركات السياحة المصرية العاملة بالسوق الأسباني، وذلك لمناقشة آليات التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق الأسباني إلى مصر. كما تم بحث إمكانية تنفيذ حملة ترويجية مشتركة للترويج للمقصد السياحي المصري في عدد من المدن الأسبانية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركة في الدورة المقبلة للمعرض الدولي للسياحة والسفر التي ستعقد بالعاصمة الأسبانية مدريد، وعقد لقاءات مكثفة مع منظمي الرحلات بدولة أسبانيا للاستماع إلى آرائهم لدفع الحركة السياحية الوافدة من السوق الأسباني لمصر، والتحديات التي قد تواجههم لتحقيق ذلك والعمل على حلها. الخبر التالي: وزيرة الثقافة تطلق مبادرة كن فاعلا لاكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية. أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة إطلاق مبادرة كن فاعلا لتنمية وتعزيز القيم الإيجابية واكتشاف مواهب أطفال دور الرعاية الاجتماعية، والتي تنظمها وزارة الثقافة من خلال المركز القومي لثقافة الطفل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة أن أطفال دور الرعاية الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا إلى تكثيف الأنشطة الثقافية، مشيرة إلى أن المبادرة تمثل أحد مساعي الوزارة لتعزيز القيم الإيجابية وبناء شخصية الأطفال واحترام قيم التنوع والاختلاف وتحقيق العدالة الثقافية.
كده نكون خلصنا بعض الأخبار الخفيفة والسريعة ليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر 2023. وهقول لكم دلوقتي على فقرتنا. معنا فقرتين كالعادة في مصر جميلة. فقرة بنتكلم فيها عن مغامرة فوق تلت أثار العالم. مغامرة جميلة جدا وهي من خلال بالون معروفة في محافظة الأقصر. الحقيقة ده بيزيد من المقصد السياحي لمحافظة الأقصر. هنعرف هذه المغامرة الجميلة اللي كتير من السياح عارفينها وبيجوها الحقيقة. هنتكلم أكتر عن سياحة البالون، ممكن نقول عليها سياحة البالون. الفقرة الثانية هنكلمكم فيها عن تحويل مشروع وتجديد في مشروع حدائق الفسطاط وتحويله لمكان الحقيقة فيه يعني متنوع ما بين ثقافي وما بين سياحي، تنمية بيحصل فيها بشكل كبير جدا. منطقة طبعا منطقة رائعة حدائق الفسطاط. هنعرف ايه التغيير اللي حصل فيها، وخاصة ان كان متوقع ان اخر ديسمبر هيتم اكتمال هذا المشروع او حدائق الفسطاط ويعني اكتماله بشكل الكامل. هنعرف اكتر وهنروح لاول فقراتنا لكن بعد فاصل. ورجعنا لكم تاني مع أولى فقراتنا النهاردة. والحقيقة بتشهد منطقة مدينة الفسطاط أو حديقة الفسطاط تطوير هائل جدا، وده بيعتبر من أهم الأشياء اللي بتحدث في هذه المنطقة، لأنه ومش بس في المنطقة دي، في الشرق الأوسط بشكل عام، لأنه طبعا المنطقة دي منطقة جغرافية هامة جدا، هو قلب القاهرة التاريخية. بتحتضن فيها جامع عمرو بن العاص مع متحف الحضارات مع بحيرة عين الصيرة وأيضا مع مجمع الأديان. فهي الحقيقة منطقة واعدة. الحديقة دي هتتحول من كونها حديقة فقط للحقيقة مجمع بيئي سياحي ثقافي بيطلق عليها، يعني هتبقى كده مختلفة خالص، وهتبقى مش بس منطقة خضراء في قلب القاهرة، لكن هتصبح متنزه سياحي ثقافي بيئي مفتوحة للزوار بشكل عام. لذلك كمان راعوا في التصميم الخاص بهذه الحديقة التراث، راعوا الشكل التراثي الحضاري. هنعرف أكتر من خلال لقائنا النهاردة مع المهندس إيهاب عبد العزيز، مصمم مشروع تطوير منطقة حدائق الفسطاط. أهلا بحكي فرق. أهلا وسهلا. لو تكلمنا عن مشروع تطوير حدائق الفسطاط تقولي هو بدأ من إمتى ووصلنا لغاية فين؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، أنا بتوجه بالشكر لحضراتكم على الدعوة الكريمة دي لإلقاء الضوء عن واحد من أهم المشاريع اللي بتتم دلوقتي داخل القاهرة التاريخية. كمان بتوجه بالعرفان والجميل لدولة رئيس الوزراء اللي دعوتنا كمكتب استشاري ضمن مسابقة معمارية نكون مشاركين في هذا المشروع، وأن يكون لنا السبق بالفوز بهذه المسابقة لتقديم هذا المشروع لبلدنا الحبيبة. كمان بتوجه بالشكر لمعالي وزير الإسكان اللي هو كان لا يبخل، هو دولة رئيس الوزراء دايما بالمتابعة سواء على مراحل التصميم أو على مراحل التنفيذ بالنسبة للمشروع. كمان لا أنسى فضل صندوق التنمية الحضرية، جهاز التعمير، جهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمكتب الاستشاري اللي أنا بنتمي إليه، واللي فيه أكثر من 300 مهندس شاركوا في تصميم هذا المشروع ما بين مهندسين وفنيين وإشراف على التنفيذ للخروج بهذا المشروع بالصورة المتكاملة. بالإضافة إلى مجموعة المقاولين اللي هم الأكفاء اللي قدروا يتعاملوا مع هذا المشروع رغم صعوبته ورغم التحديات اللي موجودة فيه، إن إحنا نطلع مشروع حضاري متكامل. بالنسبه للمشروع دكتور ايهاب قول لي كده، يعني خليك معايا حضرتك، يعني يعني احنا مع بعض كده. طيب. مش كده حاجه تبص على الكاميرا. طيب. لو تقول لي المشروع ده عايز اعرف هو بدا من امتى. تمام. مساحته قد ايه؟ يعني انا زي ما عرفت كده هي 500 فدان فعلا. مظبوط 500 فدان. طب قول لي بقى اكتر، وخصوصا هي فيها مراحل، يعني زي ما قريت كده في 8 مراحل. مظبوط. في ناحيه ثقافيه، حاجه وضح لي اكتر. تمام. مشروع حدائق الفسطاط هو ابتدى من حوالي رمضان اللي فات اللي قبليه، يمكن من سنتين، ابتدى زي ما قلت لحضرتك بالمسابقة المعمارية، وبعد كده ابتدينا نشتغل المشروع. كان من 30/6 بداية أول جزء ابتدى تنفيذه في المشروع، وهي ساحة مسجد عمرو بن العاص. مساحة المشروع 500 فدان.
جزء من المشروع في مساكن حالية موجودة اللي هي مساكن شارع العشرين أو مساكن منطقة أبو السعود. أهم أجزاء المكونة في المشروع إن هو المشروع هو حصيلة مكونات تاريخية وثقافية وطبيعية موجودة في مكان واحد، فهو أكنه ملتقى للعناصر كتيرة جدا كان ليها دور مهم جدا في التأثير على التصميم، وإحنا بنشتغل مرحلة التصميم نفسه وكمان على محاور كتيرة يعني وشوارع كتيرة، في محور منه لجامع عمرو بن العاص، في محور لصلاح سالم، في محور لمدينة الفسطاط أو شارع الفسطاط، فيعني هو في محاور وشوارع كتيرة عليها الحقيقة. تمام. مدينة الفسطاط طبعا هي زي ما يعني المؤرخين ابتدت بدايتها 641 ميلادية، أول مسجد بني في أفريقيا كان مسجد عمرو بن العاص. تقريبا سنة 1168 حصل حريق مدينة الفسطاط وابتدت من بعدها تندثر. كل اللي كتبوا كتابات عن مدينة الفسطاط قبل كده كانوا بيشيروا ليها بالجمال، وأن هي كانت بتحتوي على العديد من الابتكارات في الوقت ده، سواء في التعامل مع إمكانية وجود مجارير مية، إمكانية الرقي في البناء، في الألوان، في الذوق، فكانت تعتبر لها السبق أو كمدينة حضارية في أفريقيا في هذا الوقت. بعد كده مرت مدينة الفسطاط بتدهور كبير جداً أدى إن هي وصلت إلى مرحلة من الاندثار، وحجم المدينة الأصلي نفسه أصبح يعني صغير جدا، وقدرت الدولة مع اليونسكو إن هي تحافظ على الجزء المتبقي وتعيد حاليا إعادة إظهاره للناس في مشروع حدائق الفسطاط. فهو الموقع بيتميز بوجود عناصر كتيرة جدا، فيها بعد تاريخي، فيها أول مسجد بني في أفريقيا، فيها مجمع الكنائس ومعبد بن عزرة اليهودي، فهي أكنها مجتمع للأديان. مش بس كمان، هي فيها أول أثر من العصر الأكشيدي موجود في منطقة الفسطاط، وتقريبا لا يلقى الضوء عليه، لكن إحنا في ميزة كبيرة جدا هذا المشروع إن هو هيلقي الضوء على هذا الأثر. من ناحية الثقافية هي متحف الحضارة المصرية واللي افتتح من تقريبا من سنتين، كمان إن في بيت القاهرة وفي دار الوثائق القومية اللي بتحتوي على العديد من الوثائق، اللي هي ناس كتيرة جدا ما تعرفش إن في مكان في مصر في وثائق تاريخية موجودة من عصور قديمة موجودة في هذا المكان. كمان فيها في المنطقة إمكانيات عالية جدا، منطقة من حيوية جدا يعني بالفعل طبعًا. منطقة حيوية جدا طبعًا. جدا وكمان يعني حتى يعني التكلفة الحقيقة، عايز أتكلم عن التكلفة. تمام. لأن هي إلى الآن تكلفت قد إيه؟ هي التكلفة التقديرية اللي اتحطت للمشروع 6 مليار جنيه. حاليا يمكن في اتصرف على المشروع حوالي 2 مليار، فالمتبقي حوالي 4 مليارات، دول اللي هم المتبقيين لبقية الأعمال الخاصة بالحديقة. تفضلي يا فندم. طب هو زي ما احنا قلنا في 8 مناطق. مظبوط. طب كل منطقة فيها بقى مطاعم مثلا وفيها أماكن، يعني دخلني كده في المشهد. طيب. حسس يعني قول لي كده هي فيها إيه بالظبط؟ طيب. مثلا المنطقة الثقافية عشان نحس بالمشروع. أنا هشرح لحضرتك المشروع ببساطة. الفكرة ان احنا زي ما قلت لحضرتك المشروع فيه مقاومات تاريخية ومقاومات ثقافية كبيرة جدا، في حفائر مدينة الفسطاط الأصلية موجودة، ما زالت موجودة في المنطقة، فيها من ناحية بقى الطبيعية، اولا فيها بحيرة عين الحياة اللي هي كانت تسمى بحيرة عين الصيرة، وتلال من القمامة اللي هي كانت من هدم المساكن اللي تراكمت على يمكن مدار اكتر من 60-70 سنة. الناس احيانا بتشوف ده ان هي تعتبر ده شيء سيء، براءة المصمم هنا ان هو يعيد النظر ويرتب الامور اللي موجودة عنده عشان يظهر البعد الجمالي في المكان. الكونسبت او التصميم بتاعنا اعتمد على شيء مهم جدا، عمل محور رابط ما بين بحيرة عين الحياة ومسجد عمرو بن العاص، اللي هو احنا ترجمناه في صورة المحور المائي اللي هو اكنه زي نهر النيل يعني. تمام. الحاجة التانية على المحور ده ابتدينا نحط المناطق بتاعتنا حسب أولوياتها وحسب رؤيتها من ناحية التاريخية أو الثقافية. فظهرت عندنا مثلا منطقة ساحة جامع عمرو بن العاص،
وعلى فكره ساحه جامع عمرو بن العاص، عمرو بن العاص قبل كده ما كانش في ساحه للجامع، كان في كم من الاشغالات كبيره جدا حوالين المسجد، شلنا كل الاشغالات دي وتحولت الى ساحه تسع حوالي ما يقرب من 10000 مصلي، بالاضافه الى العديد من الانشطه اللي هي ممكن تكون مصاحبه لاحداث كتيره جدا ممكن تتم جوه اطار المدينه. الحاجه الثانيه منطقه الاسواق، ودي بتتكون من العديد من الاسواق التاريخيه اللي هي كانت بتشتهر بيها مدينه الفسطاط، زي سوق النسجيات، سوق الازاز، سوق الجلود، فبحيث هيكون في كم كبير جدا من الاسواق، من العناصر دي في الاسواق، بالاضافه الى المطاعم والكافيتريات، وكمان اتعمل هيبقى كل جزء، مثلا انا قصده ناحيه معينه ادخل من باب معين، هيبقى قصده ناحيه معينه ادخل من باب تاني، هيبقى كده مثلا نتيجه ان احنا ان الموقع يقع عليه محاور كتيره جدا من الحركه، ففي بوابات كتيره جدا هتبقى موجوده للموقع. لكن اهم بوابتين للموقع هي البوابه اللي هي من ساحه مسجد عمرو بن العاص، والبوابه اللي هي من على صلاح سالم في اتجاه متحف الحضاره اللي احنا مسمينها بوابه المنطقه الثقافيه. تمام. فبوابه مسجد عمرو بن العاص دي تعتبر البوابه التاريخيه والرئيسيه للدخول لحدائق الفسطاط. بنبتدي بمنطقه الاسواق، من منطقه الاسواق بيبقى عندنا على المسار بتاع الريفر بتطل منطقه الاسواق على منطقه الحفائر. الشغل اللي بيتعمل على منطقه الحفائر بالتعاون مع وزاره الاثار بيتم الكشف عن الطرق التاريخيه اللي هي كانت موجوده في مخطط علي بهجت من سنه 1930، والكشف عن بعض معالم البيوت التاريخيه اللي هي خاصه بمدينه الفسطاط او البقايا منها. كمان ان في منطقه الحفائر بالمجاور ليها منطقه القصبه، والقصبه هي كانت الشريان الرئيسي في المدينه التاريخيه، واللي هو معظم المدن الاسلاميه هي كانت بتعتمد على وجود فكره القصبه اللي هي تعتبر المحور التجاري ويعلوها السكن في الادوار الفوقانيه. كمان في منطقه الاسواق احنا عندنا فندق، عاملين فندق 3 نجوم. جميل. فالفندق ده هيبقى 3 نجوم، يعني 3 نجوم على اساس يبقى اي سائح، حتى يعني مش سائح يبقى قوي قوي ممكن يدخل. مظبوط. طبعا على البحيره بيبقى في فندق بيبقى اكبر شويه او كده، لكن في المنطقه بتاعت الاسواق زي شارع المعز كده، الفنادق اللي ممكن تشتغل هي الفنادق اللي هي الثلاث نجوم يعني. بعد كده بنقابل منطقه التلال. التلال دي هي تلال القمامه اللي تراكمت على مدار العصور او على مدار السنوات الاخيره، لو هي كنا شلناها كانت ممكن تقفل القاهره مثلا لمده شهور. فاحنا خدنا تلال القمامه دي عملنا زي ما بيقولوا ايه تسويات للموقع، وقعدنا تشكيل التله الضخمه جدا الى مجموعه تلال صغيره وبينها اللي هو النهر ده، بحيث يكون يعني بقى منظر بدل ما هو قبيح القمامه بقى منظر جميل. وفي نهر زي ما قلت رقعه خضراء. التلال دي كلها مزروعه، الناس تقدر ان هي تطلع عليها، ممكن في جولف كار يقدروا ان هم يوصلوا للقمم. في اماكن احنا عاملينها على التلال دي تصلح لحفلات الزواج، وفي مناطق تخديم عليها كتير جدا، في مناطق فيها العاب اطفال، بحيث ان التلال حضرتك لما تطلعي هتشوفي اطلاله على تاريخ مصر من خلال التلال دي. تخيل حاجه حفل زفاف معمول في مكان زي كده تاريخي، شايف كل الاجواء التاريخيه دي، هيبقى عامل ازاي؟ حضرتك من فوق بتقدري ترصدي الاهرامات الجيزه، ومن فوق بتقدري ترصدي جبل المقطم، وبترصدي كمان جامع محمد علي وقلعه صلاح الدين. فمعالم القاهره التاريخيه بنقدر ان احنا نتعرف عليها من وجودنا فوق مجموعه التلال دي. ده ممكن كمان المؤتمرات بعد كده تعقد هناك ممكن. يعني وتبقى احتفاليات قويه جدا. ممكن. التسويق بقى يعني محتاجين تسويق المنطقه دي بشكل خاص جدا. مظبوط. ده تم بالفعل؟ طبعا عن طريق صندوق التنميه الحضريه ودوله رئيس الوزراء، ان هم رشحوا مجموعه من حاجه اسمها المشغلين. المشغلين ده دورهم ان هم ياخدوا الحديقه، وبنتعاون معاهم، بيبقى ليهم طلبات معينه بنوفر لهم. الهدف الاساسي ان هم يقوموا بتشغيل الحديقه، زي ما حصل دلوقتي حاليا في متحف الحضاره، في مشغل شركه هي حاليا هي اللي بتدير متحف الحضارات. فبالنسبه للحديقه كلها كان التفكير يا اما تتقسم على مجموعه من المشغلين، او مشغل واحد هو اللي يتولى اداره الحديقه بالكامل ويجيب من جواه مجموعه مشغلين اصغر.
وده اللي هو تم الاتفاق عليه، وحاليا جاري ان هم يختاروا المشغل الانسب اللي هو يتناسب مع طبيعه المشروع ويقدر ان هو يكون يدي اسد كبير جدا ويحرك المشروع بصوره او اخرى من ناحيه التسويقيه اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها. ومش شرط رجال اعمال مصريين. لا لا مش شرط. مش شرط يعني لا ممكن لا تبقى مفتوحه رجال اعمال بره مصر. لا 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 مش شرط خالص. برضه انا كنت عايز اكمل لحضرتك ان من المناطق اللي احنا من الثمان مناطق في منطقه الحدائق التراثيه، ودي بتتعمل في مصر لاول مره. الحدائق التراثيه دي كان المعابد الفرعونيه كان عليها تسجيل لنباتات كتيره جدا، وكانت في الحضاره الاسلاميه نباتات بتستغل في الطب. احنا في الحديقه عندنا عملنا احياء للارث النباتي المصري. مصر بتتقسم النباتات البرية أو النيتف فلورا عندنا في مصر بتتقسم إلى جزء أربع أجزاء، جزء ليه علاقة بالصحراء الشرقية وسيناء، جزء ليه علاقة بشمال مصر، جزء علاقة بمنطقة جبل علبة وجنوب مصر، جزء علاقة بالصحراء الشرقية، وجمعنا كم كبير جدا من النباتات اللي موجودة في المناطق دي وقعدنا استنباتها تاني بحيث النباتات دي كان جزء كبير جدا كانت مسجل على المعابد الفرعونيه، جزء كبير العرب كانوا بيستعملوه في الطب لكن الناس ما تعرفش عنه حاجه. فاحنا قعدنا تسجيله وهنظهره قدام الناس وهيبقى جزء تعليمي. وممكن يتعمل بقى كمان منه صناعات بقى تدخل طبعا. في صناعات ادويه ويعني هتفتح مجالات تانية كتيره طبعا. جدا. الحاجه الثانيه ان برضو احنا سامحين عاملين زي بيقولوا مشتل ده هيبقى أكنه مجال بيفرغ النباتات دي بالنسبة للحديقة ويسمح للناس أنها تشتري كمان من النباتات دي لو هي عايزة. الهدف من الحدائق التراثية أن هي تغير شكل اللاندسكيب اللي احنا اتعودنا نستعمله في مشاريعنا واللي بيكلف كميات مياه كتيرة جدا إلى حاجة تبقى إلى تستهلك كمية مياه قليلة. جزء برضو من الحدائق التراثية في اللي هي بنسميها بحيرة الزهور المصرية اللي هي فيها كل النباتات اللي في المياه زي اللوتس والبردي وكل النباتات اللي هي بتبقى موجودة بتستزرع في المياه اللي هي الناس ممكن ما تكونش شافتها أو بتسمع عنها لكن ما شافتهاش. متشوقين نشوف المكان الرائع ده. الله يخليك. هل هيتم فعلا خلاص الافتتاح اخر شهر ديسمبر ولا؟ هي طبعا احنا نتيجه حجم ان المشروع 500 فدان ومتقسم الى 8 مناطق، فالثمان مناطق صعب ان احنا يعني فهما كان السيناريو يا اما الافتتاح يكون تباعا يعني منطقه تخلص تفتتح او ان الافتتاح هيكون كامل بالنسبه للحديقه كلها مره واحده. لسه طبعا الحوار جاري مع المشغل في اطار هل الانسب ان الحديقه تفتتح مره واحده او ان هي تفتتح على مراحل. وطبعا برضه بيرجع لرؤيه دوله رئيس الوزراء والاجهزه بالنسبه لعمليه الافتتاح يعني ان شاء الله. بس يعني متوقع ان شاء الله تبقى على اخر ديسمبر هنشوف اي حاجه حتى لو منطقة واحدة. انت حضرتك لو زورتي الموقع دلوقتي هتلاقي التلال جزء كبير من التلال خلصان تقدري ترصدي المعالم اللي قلت لحضرتك عليها دي. برضه انا ممكن من الحاجات اللي في الحديقة كمان المنطقة الثقافية وهي اعادة اكتشاف مدخل تاني لمتحف الحضارة. متحف الحضارة دايما بنخشه من طريق مصر القديمة بالظبط. ما هو احلى حاجة ان في مداخل كتيرة هتبقى صح. لكل منطقة اللي عايزه هيروح في اي باب يعرف يدخله على طول صح. ده مهم جدا. بشكر حضرتك نورتنا. العفو يا فندم. بشكر طبعا المهندس ايهاب عبد العزيز مصمم مشروع تطوير منطقة حدائق الفصات. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم. هنروح دلوقتي لمغامرة رائعة، مغامرة فوق تلت آثار العالم، البالون الطائر اللي معروف ومشهور جدا في محافظة الأقصر. نروح لهذه الفقرة لكن بعد الفاصل. الحقيقة بيعد البالون الطائر من المقومات السياحية اللي بتعتمد عليها محافظة الأقصر على مدار السنوات في الموسم السياحي الشتوي. البالون الطائر الحقيقة هو بيقلع من أرض مطار الطائر في محافظة الأقصر في البر الغربي في مدينة الأرنة. بيتم فيها التحليق لآلاف من السائحين الحقيقة، وبيكونوا بيطيروا على ارتفاع 1500 قدم، وبيكون جنسيات مختلفة يعني السائحين فيها من جنسيات مختلفة، وبتبقى الرحلة لمدة 45 دقيقة. هنعرف أكتر مع ضيفنا النهاردة الأستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحة سابقا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. الجمال ده يعني دايما أول ما بنقول البالون الطائر على طول محافظة الأقصر، ليه محافظة الأقصر؟
لا هو البالون لما بدأ زمان بدأ كان من عند أهرامات الجيزة، كان بيطلع من في فندق مقارب للأهرامات، كان بيطلع من البارك، بس كان مشروع بسيط جدا، وكان يمكن بالون صغير وباسكت صغير. وبعدين أنا أذكر لأنه يعني النهاردة وانت حاجة بتقدمي المقدمة افتكرت برضو البالون لما بدأ في الأقصر كان مشروع بسيط الأول، وبدأ ينمو 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 إلى أنه الطلعة الواحدة ما شاء الله دلوقتي بيوصل فيها من حوالي 34-35 وساعات بتبقى 36 بالونة في الطلعة الواحدة. وبعدين بمجرد ما يعني شركات الطيران، هم شركات على فكرة، بمجرد ما بيطلعوا الطلعة الأولى بيكون وراها الطلعة الثانية، وساعات بيبقى فيه طلعة ثالثة. صناعة، دي صناعة بتضيف، بتعمل بهجة غير طبيعية، رحلة طبعا جميلة جدا، مغامرة غير انها مغامرة. لو قعدنا بس بصينا حضرتك عدد المستفيدين منها، النهاردة السايح بيصحى بدري قبل الفجر، يعني بيبقى تقريبا البيك اب تايم بتاعهم بيبقى او بياخدوهم الساعة 4 صباحا، في عربيات ميكروباصات بتنقلهم او موتور. الميكروباص ده بينقله الى مكان وبينزل ياخد مركب موتور يعدي. فالنهارده اللي استفاد سواء الميكروباص اللي في الشرق، واستفاد الموتور اللي بيعديه من الشرق للغرب، وبعدين بيروح الغرب بيلاقي ميكروباص تاني وسائق تاني ومندوب تاني وستاف. ده غير ان في مجموعه عامله في كل حاجه، يعني ده غير ان بقول لحضرتك في مجموعه من الشباب كمان بتصور فيديوهات عشان تبقى ذكرى للسياح لما بينزلوا، بيصوروا لهم فيديوهات ومعمول لها مونتاج من بدري قبل كده، مضاف ليها طبعا حاجات متصوره من فوق. وبعدين الناس بتطير فوق، تلت اثار العالم بتطير فوق، منظر رائع، منظر غير طبيعي، منظر في منتهى الروعه. ودي صناعه يعني جميله جدا، ساعات بيكون فيها شويه المعوقات بسيطه جدا، ولكن الدوله اهتمت، الطيران المدني دخل عشان يأمن، لأنه ساعات الناس دي كلها ممكن تعدي والطيران مدني. والناس على فكرة ما بتزعلش لما يعني بيتضايقوا شوية، ولكن الطيران مدني يقول لأ قوة الريح قوية جدا. فالعامل الأمان مهم جدا طبعا للدولة طبعا. يعني الدولة هنا ده تدخلها، ما الدولة ما بتقولش تطير أو ما تطرش إلا لو حسن في اجراءات امنيه معينه لازم تتبع. طيران مدني بقول لحضرتك ده بياخد اذن من البرج، وبياخد اذن بالارتفاع، وبياخد اذن بالاتجاه، يعني الموضوع منظم جدا جدا جدا. واحنا حتى لما السياح بيحجزوا بيضطروا لازم يبعتوا الباسبور عشان يبقى البيانات كانه طالع من مطار. هو بيجي السائح شارتر كده على طول على الاقصر علشان يركب، مش بس شارتر، لا كل السياح، اي سياحه بتيجي مصر. حضرتك قلتي كلمه حلوه قوي، قلتي سياح من كل جنسيات، كل العالم كله بيبقى طاير. الباسكت ممكن يبقى فيه الصيني والياباني والالماني والفرنساوي والكندي والامريكاني والايطالي كلهم مع بعض. يمكن حتى الجنسيات، في جنسيات كتيره بتملى الباسكت، لان الباسكت مش زي زمان. الباسكت كان زمان اربع اجانب بس او كده، والطيار يعني الساعه بتاعت البالون، الساعه بتاعت البالون النهارده فيه بتاخد 28 و34. يعني بالون واحد ياخد 24 حاجه. الباسكت في باسكت بتاخد 24، في باسكت بتاخد حاجه و30، في باسكت كبيره جدا حسب بقى. اللي هي العيون اللي الناس بتقف فيها كل عين بتاخد 4، وبتبقى كبيره جدا ورحله جميله جدا. ومش عاوز اقول لحضرتك الناس بتنزل من الرحله دي بيقولوا دي رحله تانية. ومصر اصلها بتقدم يعني في حاجات كتيره، واحنا ممكن نطير على فكره البالون ده المنطاد ده ممكن يطير في حته تانية في مصر. لكن هو تجمعته وشكله والالوان بتاعتهم مع بزوغ الفجر والنار وهي بتملى مع الالوان بتاعت البالونه، مش عاوز اقول لحضرتك الناس بتاخد منظر نفسه يعني صور لوحده ده يعني. بص انا كنت اتمنى بس ان الدوله تحط برج هناك وتدي نوع من انواع الانترنت للناس دي كلها فري كمان، بحيث انه يلقطوا ويذيعوا. انا دي دعايه بمليارات طبعًا. انت متخيله حضرتك ان الناس تخش على التواصل، يعني ممكن يجي عندنا سياح بس لغرض البالون طار طبعا. يعني في ناس كتيره جدا بتبقى يمكن جت قبل كده وما عملتوش لسبب ما، او ما كانش عندهم الامكانيه الماديه او تكلفته كتير يا فندم. بصي حضرتك بالنسبه لا يعني بالنسبه للشو او زي ما بقول ايه، هم من 45 دقيقه لساعه على فكره. ساعات بتتفاوت لانه على حسب ما بيدور مكان ينزل فيه. وبعدين هي مغامره. والطيارين على فكره الطيارين المصريين بتوعنا محترفين جدا وشطار جدا، وخلاص بقى تمرسوا بقى عارفين
عارفين كمان انه ممكن يطير واطي شويه فوق بيت من البيوت، بالذات في فتره الصيف الناس بتبقى مثلا موجوده ويشاوروا لهم في جو رائع. ويعني انا متخيله الوضع كده، حاسه ان انا عايزه اجرب. لا لازم دي. لا لازم، لانه لسبب، لانه هو لما بيطلع لو الهواء واخده وده عند معبد حتشبسوت، وساعات الطيار بيكون شاطر فبيطلع لمستوى تاني فبياخد طبقه تانية من الهواء توديه فوق الرامسيوم وبعدين على مدينه هابو، وشايف الاثار كلها وهو بيطير، يعني كلها تحته رحله كده جماليه كده جامعه كل حاجه، يعني سياحه ثقافيه، شايف الاثار، رحله جميله بشكل زي بقول لحضرتك. ده كمان لما بينزلوا الناس بيعملوا لهم زفه، الفريق العمل بتاع البالون اللي هم بيلموا البالون، لانه ده بتبقى عدد كبير جدا، يمكن تحت البالونه بيبقى فيه 3-4 عربيات نقل غير العربيات اللي هي بتيجي تاخد السياح على حسب شركاتهم السياحيه. والعمال عددهم اللي بيشيلوا الباسكت وبيلموا البالونه عددهم كبير، ممكن يفوق ال 20 واحد. دول بيعملوا زفه الاول ويطبلوا للناس وهيصوهم وبيعملوا لهم مود حلو جدا وجو حلو جدا، رحلة جميلة. طب هي في مطار، أنا حتى يعني أتأكدت من حضرتك، الدولة مطار عملها. مطار البالون، يعني هو اسمه فعلا مطار البالون زي ما قلت كده في الأول، لأن أنا القرنة. في القرنة ده مطار بيقلع منه البالون. البالون لا يقلع من أي حتة تانية إلا من المنطقة دي، وبإذن من الطيران المدني، يعني بكل بالونة بتاخد الإذن بالإقلاع. فالعملية منظمة جدا، وبيتكشف يعني بيجي مسؤول الطيران المدني بيبص الأول الصبح عشان يتأكد من السلامة، لأنه لو عنده أي عيب أو حاجة بيمنعه. أو الرياح مثلا شديدة، لا مسألة الرياح دي بتبقى الكل، لكن أنا بقول لو مثلا البالونة فيها أي حاجة من عوامل الأمان ما بيسمح لهمش وما بيهزروش. على فكرة يعني ممكن الطيران المدني حد جدا في النقطة دي، لأنه سلامة الناس والأمان بتاعهم، سمعة مصر ده مهم، أكيد سمعة طبعا. مصر عشان ما يبقاش سايح جاي يقضي أجازة ومفروض يرجع بذكرى جميلة، ممكن يحصل أي حاجة لا قدر الله. ولو إن ده وارد على مستوى العالم كله، وده في كل شيء، في العربيات، في النقل، في كل وسائل طبعا. النقل في العالم. بس هو الطلوع من المطار البالون، بس النزول ممكن في أي مكان، على لا في أي مكان برضو في هم ليهم أماكن يعني معين. إيه يعني ما ينفعش مثلا يعدوا، كان زمان ساعات الهواء يرميهم وينزلهم في الشرق، دلوقتي لا، هم ما بيطيرهمش إلا لما يكون معروف إن سرعة الريح هتخليه في نفس المكان في المنطقة دي. لكن في اللي بينزل جنب حتة منطقة اسمها ملقطة، دي جنوب يعني عند جنوب بغرب الأقصر شوية، عند المكان بتاع البيت البعثة الفرنسية. في اللي بينزل في الزراعات جنب الزراعات، زي ما ينزل بقى وهو يرجع مكانه ده بينزل، وفي في ناس وبيقفوا بيستقبلوهم وبينزلوهم، ولازم النزول يكون آمن جدا جدا جدا. والناس بتنزل بصراحة بتقول يمكن دونا عن رحلات كتير عملوها في حتة تانية، ساعات الهواء وهو نازل ممكن يشد البالونة، النزول يبقى يعني بيخبط كذا مرة. هنا في مصر هو بيحط البالونة بمنتهى الهدوء وهم متمرسين، هبوط سالم، هبوط هادي زي ما بنقعد كده بالطيارة، بالطيارة العادية. رحلة جميلة وآمن جدا. والسائح اللي على فكرة في شركات سياحية كتيرة جدا دلوقتي بدأت تخليه يبقى يعني زي البروجرام بتاعهم في البرنامج. يعني ده شيء موجود في البرنامج. لو السائح مش عاوز يروح بقى هو اللي ما يروحش، لكن هو اوريدي محاسبه عليه او عامله وحطه من ضمن البرنامج. ليه؟ لانه انا لما بعمل كده انا بديله حاجه زي ما السائح اللي بيخش مقبره نفرتاري بيطلع طاير مش قادر يصدق نفسه من اللي شافه. ما مصر فيها حاجات تانية كتيره حلوه جدا وكل حاجه، لكن تحديدا هذه المقبره فيها جرعه غير طبيعيه من الفن والجمال والالوان، والناس ما بتصدقش نفسها. ده غير الطفره اللي حصلت عندنا، احنا عندنا طفره كبيره جدا في الاثار المصريه طبعا. في الكام سنه اللي فاتت دي،
الحقيقه القطاع السياحي كمان يعني مرتبط حتى يعني بالاثار اللي موجوده، ودلوقتي احنا ممكن نتكلم حتى عن هيبقى نوع من السياحه اللي هتبقى موجوده هي سياحه البالون، يعني هتبقى موجوده دي اللي هي موجوده هي موجوده، انا بقول لحضرتك بتنمو تنتقل لاماكن اخرى، يعني زي ما حضرتك قلت لي في الاهرامات كانت موجوده، فممكن مش هيبقى بس محافظه الاقصر، ممكن تمتد لاماكن اخرى. كانت زمان موجوده عند الهرم، كانت زمان موجوده عند المنطقه، يعني اول ما بدات بتهيألي كانت شركه اجنبي حتى كانوا بيطيروا من فندق مجاور لمنطقه الهرم بيطير فوقيه. النهارده مصر بقى فيها على فكره في حاجات جديده، بس في يعني هي طبعا التكلفه، لكن في سياح بييجوا يحجزوا تور بطياره فوق الهرم بيبقوا واخدين تصاريح. اكيد البالون الطائر هيبقى يعني ارخص شويه من الطياره العاديه، والله في يعني المجمل في المجمل لما بيكونوا بطياره، لانه السائح عاوز يطير ويصور الهرم من فوق وياخد القصه كلها صوره على اسم البرنامج مصر جميله. مصر جميله من على الارض ومن فوق طبعا. يعني انا لما بقول للسياح بقول لهم انتوا هتشوفوا غرب مدينه الاقصر بجمالها، ولكن هتشوفوه من فوق مش وانتوا واقفين على الارض زي بقيه الناس. فدي اضافه، يعني هو بياخد صوره بزاويه تانية مختلفه في الكاميرا بتاعته، غير التجربه نفسها، غير الوجود الصبح صحيح. مع لسعه السقعه اللي بتبقى موجوده الصبح، وبعدين بيشوفوا شروق الشمس من البر الشرقي من الناحيه الثانيه. لا الناس بتيجي الساعه 7 صباحا الرحله دي. لا 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 بيطيروا الناس بتروح على 4 بيطيروا قبل شروق الشمس بحاجه بسيطه جدا، يعني هو بيكونوا طاروا فوق وبعدين يبداوا يشوفوا الشمس وبتطلع من الناحيه الثانيه. ودي احد الحاجات اللي هي بيسموها يعني طريقه الجذب او البيع، ان انت بتقول له انا هخليك تشوف شروق شمس يوم جديد على ارض مصر وعلى غرب الاقصر النهارده، انت هتبقى حاضر الموضوع ده وانت فوق في الجو. هو بيطير الاول والدنيا لسه ضلمه، يعني ما بتبقاش لسه الشمس طلعت، ولما بيطلع فوق بعدها فوق يا دوب دقائق بسيطه جدا بيبدا يصور شروق الشمس. شروق الشمس صورة برضو ساحرة جدا طبعاً. مسموح طبعا ليهم السياح دول ان هم ياخدوا كاميراتهم يصوروا، يعني مش مسموح ليهم هم طايرين في البالون يعني لا لا كل واحد بقى عايز ياخد صورة بالتليفونات المحمولة بالتليفونات المحمولة. الكاميرات كاميرات معينة مسموح بيها، انما الكاميرات اللي ليها عدسات طويلة لسه ممنوعه، يعني مش مصرح بيها. طب شايف حضرتك كده يعني الحقيقه الدوله اهتمت يعني بشكل كبير جدا بالقطاع السياحي بشكل كبير جدا، شايف الملف ده ازاي؟ وخاصه طبعا دلوقتي وده اهميته كبيره جدا في تمهيد الطرق، يعني حتى لو اتكلمنا على مثلا طريق الكباش اللي هو بيربط ما بين معبد الكرنك ومعبد الاقصر، فده طريق الحقيقه تم يعني تمهيده بشكل كبير جدا، فشايف ازاي اهتمام الدوله؟ لا هو شوفي حضرتك هم رجعوه تاني للحياه. هو كان مدفون تحت البلد، البلد كلها كانت قاعده عليه بيوت عليها. هو اتعملت عمليات ازاله وتم تعويض الناس وتم اعاده تسكينهم، واتفتح الطريق ده كما عملوا قدماء المصريين خلاص. ده منظر ساحر لما بالليل بيضاء. ما هي مصر برضو انت لما تشوفيها، ما انا بقولت لحضرتك كذا زاويه طب. لما تروحي بالنهار معبد الأقصر هو جميل جدا، ولكن لما تروحي مع غروب الشمس موضوع تاني منظر، وبعدين لما بتضلم وبيعملوا الإضاءة كويس حاجة من وراء العقل والخيال. الاستفادة اللي حصلت من طريق الكباش وافتتاح طريق الكباش افتتحه السيد رئيس الجمهورية، انه المكان ده نال اهتمام ورعاية وتم اضاءته، ففي سحر. انت لو ماشية بالعربية بالاتوبيس، الاتوبيس السياحي الواحد بيبقى على ارتفاع حوالي 2.5 متر من الشارع، فبيبقى شايف طريق الكباش تحتيه والاضاءة بتاعته، دي صورة لوحدها طبعا. الإضاءة بتاعته في منتهى الجمال. مفروض ان الخطة والبالون الطائر برضو بيبقى لا فوق. البالون في الفجر لا بيبقى فوق برضو الطريق ده طريق الكباش كان شوفوا يعني لا ما يعني لو ما هو العدسات اللي معاهم مش هتجيب المكان ده. هو الناحية التانية في اثار كتيرة جدا، لكن هم مش مسموح هيبقى من ناحيه البر الغربي اكتر، يعني هم في البر الغربي مش مسموح انهم يعدوا للبر الشرقي عشان الناحيه الثانيه في مطار وفي طيران. خدي بال حضرتك برضو البالون التحكم فيه
يعني ما هواش سريع او يقدر يلف، او يعني هو بيعتمد على الهواء يعني وحرفيه الطيار. الطيارين بتوعنا طيارين محترفين جدا جدا، طيارين ما شاء الله الناس يعني، حتى ده بشهادات الاجانب اللي بيطلعوا. انا بقول لحضرتك الرحله دي يوميه وليست في فترة الشتاء فقط، ولكن هي طول السنة ليها زي ما حضرتك قلتي ليها سياحها، ليها ناس جايين مخصوص بيطلبوا أول ما ينزل يقول لك أنا عاوز أحجز، عشان كمان هو بيبقى عاوز يحجز عشان ممكن ما يلاقيش حجز. على فكرة احنا ما عندناش برضو يعني العدد البلالين الكافي، ولكن المناطيد يعني الكافية، لأنه ممكن يكون في أكتر. على فكرة كل ما تزيد كل ما هيكون في يعني ده مشروع كمان يعني في حد ذاته، البالون ده مشروع، فأي حد ممكن يفكر أنه يعمل مشروع ممكن يعمل حاجة زي دي يعني. أنا قلت لحضرتك هي في الأول بدأتها كانت شركة أجنبية، أنا فاكر كويس قوي زمان كانت شركة أجنبية، وكان باسكت صغير قوي، وكانت غالية غالية بشكل مخيف. النهاردة أنا شايف أن التكلفة بتاعتها إحنا أرخص من بره بكتير جدا طبعا، أقل في التكلفة. وتاني اللي إحنا بنقدمه أو اللي مصر بتقدمه مختلف عن أي حتة في العالم. في أي حتة في العالم ممكن يطير فوق غابة، ممكن يطير فوق مش تلت أثار العالم هيطير فوقيها، لكن مش بيطير فوق معبد حتشبسوت يعني. ده هم على فكرة المطار اللي بيطلعوا منه على بعد يعني مئات الأمتار معبد حتشبسوت أول حاجة بيشوفها أول ما يطلع معبد حتشبسوت بس لوحده. فتخيلي بقى بيشوف معبد حتشبسوت مع الفجر، مع ضوء الشمس، مع طلعة الشمس الأولى على المعبد ده. شوفي بقى الجمال ده، الجمال والتصوير يعني، الهواء مع الآثار ديت، مع المغامرة لوحدها وانت طالع فوق، فهي كده يعني على بعضها كده فعلا حاجة رائعة. وبتتبني عليها على فكرة بتتبني عليها سياحات تانية يعني. في ناس بتنزل خلاص بتقولك لا أنا مش هرجع البر الشرقي، أنا هفطر هنا. ففي أماكن بتقدم فطار، في أماكن بتقدم بعد ما ينزلوا بقى من بعد ما ينزلوا بقى في شركات معينة طبعا بتقدم فطار يعني، بيروحوا بيوت في البر الغربي أو فنادق أو مطاعم. ودي اللي بيسموها السياحة المستدامة على فكرة، لما بيروح بيت وبيفطر فطار بتاع بيتي بيعملوه بقى في البران، وبيعملوا لهم البيض، وبيعملوا لهم الفول، وبيعملوا لهم الطعمية السخنة. كل ده بقى حاجات تانية ولمسات جديدة وأفكار جديدة، أفكار أخرى يعني. السياح ممكن ييجوا عندنا لحاجات تانية غير اللي احنا عارفينها، غير ما نقول سياحة ثقافية، سياحة مائية، سياحة شاطئية، يعني هيبقى في نوع أخرى، سياحة صحراوية، لا ده في نوع آخر من السياحة. احنا لسه ما فتحناش سياحة الأكل. بره موضوع تاني طبعا، بره في سياحة اسمها سياحة الأكل، ان الناس تروح ويعني مش عاوز مش هقدر اقول طبعا، ولكن في احد المطاعم المصريه النهارده من الشطاره انه بدا يبقى له سمعه عالميه وكان دي اكله شعبيه اللي هو الكشري. النهارده اللي تروحي المطعم ده المصريين ما بيلاقوش مكان من كتر ما الاجانب بقت موجوده فيه، لان هو اولا سعى ان هو يقدم وجبه نظيفه، ما بياخدش ريسك بقى خلاص، هو فاهم انه انا لازم السائح اللي ياكل عندي ما يتعبش، حاجة مظبوطة وبيعمل شغله مظبوط ونظيف وحاجته كلها نظيفة والاكل نظيف والاكل كويس والاكل صحي، والناس بتروح بتقضي وبتمشي تحكي وتتحاكى. يعني انا كان معايا سائح اجنبي امبارح امريكاني، وذهبنا إلى أحد الأماكن، فصاحب المكان اللي ذهبنا إليه ده كان بيفطر طعمية سخنة، وهو رايح أنا شايفه هو بيبص رايح جاي عمال يبص رايح جاي عمال يبص، فقال لي شكل الطعمية مغرية، قال لي ممكن هي سخنة أصلها نار، فقال لي ممكن واحدة أدوق دي. فالراجل قال له طبعا اتفضل، فعزم قلت له بس بشويش عليه، لأنه التانيين بقى بياكلوا فلفل وبياكلوا فقلت له بشويش عليه. الخواجة كان بياكل الفلفل والبتنجان المخلل ومادي، هم بيحبوا يجربوا كل حاجه، مادي ايده في كل حاجه. وبعدين قال لك ايه، بيحبوا الكشري. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، الراجل ده كان نازل في احسن فندق عايم في النيل كله وقاعد في اغلى فندق في جيم ميم عين، واحسن حاجه قال لك دي احسن وجبه انا اكلتها. طبعا الاكل ده سياحه تانية خالص. صحيح. احنا عندنا يعني حاجات كتيره جدا، انا شايف الدوله بتعمل شغل كويس قوي ناحيه القلعه.
كويس. ليه ما نبقاش عندنا اقلاع البالون من بس هنا الصعوبه في مصر عشان في القاهره الزحمة. لا صعوبه في القاهره انه هيروح فين يعني هي منطقه الهبوط بتاعته هي اكتر حاجه في الهرم يعني بس ان الهرم ياخده وينزله ناحيه الصحراء يعني ما يروحش في المناطق السكنيه حد يسمع حضرتك ولما الواحد بيتكلم كده عن السياحه وجمالها والافكار الجديده الحقيقه بيبقى الحديث شيق اكتر. بشكر حضرتك جدا طبعا بشكر الاستاذ وليد البطوطي مستشار وزير السياحه سابقا شكرا لحضرتك شكرا. قد ايه فعلا مصر جميله يعني الاقصر معروفه طبعا بالسياحه الشتويه يعني في موسم الشتاء دايما السياح بيروحوا لها طبعا معروفه بجو الدافئ في الاقصر مش بس الاقصر حقيقه كل اماكننا جميله مصر فعلا جميله بكل ما فيها ان شاء الله بكره مع فريق عمل جديد ودايما مصر جميله.